وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة يقوم خلالها بحضور فعالية اليوم الوطني في جناح مملكة البحرين بمعرض إكسبو 2020 دبي. وكان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله المطار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. هذا ويرافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من الوزراء وكبار المسؤولين.